ماذا نحتاج أن نفعل في حال فقدنا أغراض لأننا داخل المواصلات العامة، سواء كان مترو سواء كان باص سواء المهم في هذه المواصلات حاملين أغراض وفقدناها، ماذا يجب أن نفعل؟ لنسمع لهذا التقرير. تفقد مئات الأشياء في وسائل النقل العامة بمدينة إسطنبول، وتتنوع هذه المفقودات بين أجهزة إلكترونية وحقائب ومحافظ نقود وبطاقات وغيرها من الأشياء البسيطة إلى الأشياء باهظة الثمن، وتسلم هذه المفقودات إلى مخزن المفقودات في منطقة كاراكوي في إسطنبول. يمكن لمن يفقدون أمتعتهم داخل المواصلات الاتصال بالرقم 153 للحصول على معلومات عن المفقودات، كما يمكنهم التحدث باللغة العربية من خلال الاتصال على نفس الرقم وضغط الزر نجمة، أو الدخول إلى موقع المواصلات العامة www.iett.istanbul والاستفسار من خلاله.